التعليم انا اجيب بسرعه على فكره، بجاوب حضرتك بسرعه علشان الوقت. التعليم نريد ان ننهض بالتعليم، النهوض بالتعليم لا يحتاج الى هذا الجدل الطويل حول هل تجرى الانتخابات بنظام البوكلت اللي هو يعني بنك الاسئله اللي الطلبه تتدرب عليه. التعليم اهم من ذلك، التعليم ينبغي أن يجلس المتخصصون والخبراء ليعدلوا المناهج ليأتون أو ليأتوا إلى مدارسنا بمناهج جديدة تتوافق مع متطلبات السوق العالمي والإقليمي والمحلي. لا يمكن أن يتخرج الخريج من المدارس الحكومية وهو لا يجيد اللغة الإنجليزية والوسائل التكنولوجيا المتطورة التي ترتبط بسوق العمل في كل المجالات لا تتعامل باللغات الأجنبية، الرياضات الحديثة، التاريخ حتى أصبح مغيبا وملعوب في أدمغة الناس. طب ليه الشكوى الكبيرة قوي خاصة من قطاع التعليم؟ يعني هل للدرجات دي احنا ما عندناش حد يقدر يطور أو يصلح في المنظومة التعليمية؟ لا، لدينا خبراء بالطبع، ومصر التعليم فيها كان متطورا وناجحا بدليل أن مصر لديها علماء كثيرون في كل المجالات. مصر هي التي أخرجت الدكتور مجدي يعقوب، هي التي خرجت أحمد زويل، هي التي أوجدت نجيب محفوظ، هي التي أوجدت طه حسين، فعبر التاريخ والعقاد وغيره وغيره، فالتاريخ مليء ولدينا نماذج. طب الخلل ده بقاله كم سنة؟ لا، سنوات في المنظومة التعليمية. الفترة اللي ما قبل 52 إلى فترة جمال عبد الناصر إلى بداية الـ أو منتصف السبعينات. أيوة. يعني 76 77 كان هناك تطور في التعليم. ليه بقى؟ لأن كان لدينا اهتمام مش بالمنهج الدراسي فقط، كان لدينا اهتمام بالمدرس أدبيا وعلميا وماليا. كان المدرس القليل جدا الذي يعمل في مجال الدروس الخصوصية، كان لدينا اهتمام بالمدرس، اهتمام بالمنهج. أيوة. ما يبث للطلاب ويحشى في أدمغتهم. كان لدينا أيضا اهتمام بالوسائل التعليم، الوسيلة التعليمية المدرسة. كان الفصل لا يزيد عدد الطلاب فيه من 18 إلى 22 طالب. فيستطيع الطالب أن يستقبل ما يشرح له أو ما يطرح عليه من أستاذه، وكان هناك احترام شديد جدا للمدرس، فكان لدينا مدرسة مهيئة تهيئ كامل. هدي لحضرتك مثال بسيط وللسادة المشاهدين، إيه هو؟ الطالب المصري عندما يكون مع أسرته يتلقى التعليم في الخليج، في أي دولة خليجية أو في أي دولة أوروبية، تجديه أنه يتفوق على كل قرنائه. لماذا؟ لأنه وجد البيئة الصالحة، وجد الوسيلة التعليمية الصحيحة، وجد المنهج المدروس دراسة، وجد المدرس الكفء. ومن هنا هو الطفل المصري ذكي، طفل ذكي بس عاوز بيئة، نعم، محيطة، بيئة صالحة، محيطة. البيئة الحاضنة. البيئة الحاضنة. فلدينا، ولذلك لما وجدت أن رئيس عبد الفتاح السيسي هو في اتجاهه إلى دول المشرق واطلع على التجارب في المدارس في دولة اليابان، كنت كمصري سعيد بهذا التوجه، لأننا نتجه إلى دول لديها تقدم رهيب في هذا المجال، وعلينا أن ننقل تجاربهم وأن ننقل نجاحاتهم إلى مدارس. لكن ينبغي أن تكون كالإرادة السياسية القوية، الإرادة السياسية التي تحقق الآن المشروعات الإنتاجية وسبعة آلاف كيلو متر طولي، وتربط المدن ببعضها البعض، وتصنع حضارة جديدة، لأن الطرق سيظهر بجوارها بالطبع مشروعات صناعية، مشروعات سكنية، في كله سكنية، زراعية، طبعا سياحية، فهيحقق خير للأجيال القادمة. على الدولة أن تكون لديها الإرادة السياسية أن تنهض بالعمليات التعليمية، وعلى رجال الأعمال وأصحاب الأموال في هذا البلد أن يدعموا الدولة المصرية وأن يتحركوا يدا بيد لكي نبني مجموعة مدارس على النظم والطراز الموجود في الخارج. يعني معلش، مع احترامي كلام حضرتك أستاذ رجب، إحنا حتى لو بنينا المدارس على نفس السياسة التعليمية اللي موجودة
هيبقى زي قلتها. صحيح، ده صحيح، ولذلك انا قلت في حضرتك في البدايه ان احنا نهتم بالمعلم، فليذهب المعلمون في دورات تدريبيه في ايده تغيير هذه المنظومه التعليميه. لازم يطلع يبقى في بروتوكول وفي اتفاق مع هذه الدول ان ياتوا الينا بخبراء ليدربوا ابناءنا هناك في محاضرات كثيرة، وتتخذ كل الإجراءات لهذا التدريب، أو يدفع ببعض المعلمين وبعض النابغين ليذهبوا إلى اليابان أو إلى الصين أو إلى كوريا ليتعلموا. لكني أخشى، لذلك ليه قلت الإرادة السياسية؟ بس حتى ده عايزين فيه خبراء يا أستاذ رجب، يعني إحنا كل حاجة عايزين فيها خبراء، ما نقدرش نعمل حاجة من نفسنا أبدا؟ لا، نقدر نعمل، نقدر نعمل عندما تتوفر الآليات. يعني نحن يغيب عنا تكنولوجيا متطورة. يعني ليست لا نملك التكنولوجيا المتطورة. طب المناهج التعليمية، هل الخبراء هيجوا يحطوا لنا احنا المناهج التعليميه؟ لا، احنا اكتر لا ناس لا لا. نعرف مناهجنا المفروض ايه؟ لا، انا المناهج نحن ادرى بها فيما يتعلق بالتاريخ والجغرافيا والتربيه القوميه واللغه العربيه والدين، سواء كان دينا مسيحيا او اسلاميا نحن ادرى به، لكن في برامج تعليميه اخرى تتعلق بالجانب الماسي، الرياضيات والكيمياء والطبيعه، كل هذا في تطور، في اكتشافات علمية متطورة في العالم تدرس للطلبة في هذه البلدان. لذلك أنا قلت الإرادة السياسية ينبغي أن تكون عازمة وقوية ودافعة للنهوض بالعمليات التعليمية. ليه؟ لأن لدينا تجربة اللي هي مبارك كول، المدارس التجارب الألمانية في التعليم الفني آمن بها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وحكومات المتعاقبة، بس ما نجحتش قوي، موجودة بس ما نجحتش. ليه؟ لأن الإرادة السياسية غائبة، تغيب عن الدعم وعن الدفع لكل هذا. ومن ثم أخشى أن يكون زيارة الرئيس السيسي إلى اليابان وأنه أعجب بها، حتى أنه عبر عن ذلك سيادته. أيوه؟ وقال كنت سعيد وأنا أشاهد الطلبة كيف يتناولون طعام غدائهم وكيف يكون هناك النظام وكيف يقدم القائمون على العملية الخدمات لهؤلاء الطلاب، لأن مجتمعات كل يعرف دوره. نحن مجتمعات نتحدث كثيرا، ننقد كثيرا، نحقد كثيرا، رجال الاعمال عشان كده احنا متاخرين كثيرا، رجال الاعمال في نظر الناس كلهم لصوص، السياسيون في نظر كلهم فاسدون، الشعب في نظر السياسيين يتحدثون عنه انه يحتاج الى تغيير، كلنا مسؤولون. طب حضرتك كنت